يواصل معبر رفح المصري استقبال شاحنات المساعدات التي تتدفق للدخول إلى قطاع غزة، ويفتح أبوابه أمام خروج المصابين ورعاية الدول الأجنبية. وشهد المعبر اليوم دخول أكثر من 220 شاحنة، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود واستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية والحالات الإنسانية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. من أمام معبر رفح المصري الذي يعني لازالت كل الجهود المصرية متواصلة في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والمصابين. نتحدث عن يعني حركة اليوم كبيرة أمام المعبر متعلقة بدخول الشاحنات وأيضا استقبال المصابين، حيث نتحدث عن دخول ما يقرب من 119 شاحنة اتجهوا إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 109 شاحنات اتجهوا إلى منفذ العوجة منذ صباح هذا اليوم. هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية التي سيذهب بعضها إلى المستشفى الميداني الإماراتي الموجودة في قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى أنه اليوم ولأول مرة تدخل يعني منذ فترة كبيرة 7 شاحنات للوقود. نتحدث عن 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار. هذه الشاحنات أفرغت حمولتها وعادت مرة أخرى إلى معبر رفح، وهناك عدد كبير أيضا من اصطفاف الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح تمهيدا لدخولها دفعة تلو الأخرى. أما عن المصابين والجرحى، نتحدث عن أنه حتى الآن استقبل المعبر 10 مصابين بالإضافة إلى 14 مرافقا لهؤلاء المصابين، يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، بالإضافة بالطبع إلى استمرار المعبر في استقبال الحالات الإنسانية ومزدوجي الجنسية. نتحدث عن أنه أيضا الأمس كان هناك تطور فيما يتعلق باستقبال الحالات الإنسانية، حيث استقبل المعبر أكثر من 20 حالة إنسانية، سيتم توجههم اليوم إلى المستشفيات التركية. وبالأمس يعني الجهات المصرية المختلفة وفرت لهم أماكن الإقامة تمهيدا لسفرهم اليوم إلى الجانب التركي لعلاجهم في المستشفيات هناك. بالإضافة إلى أننا كنا نتحدث عن زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذهب بالأمس إلى قطاع غزة وكان في استقبال محافظ شمال سيناء، عاد مرة أخرى من خلال معبر رفح البري قادما من غزة، ويعني عاد مرة أخرى بعد المهمة التي ذهب إليها في قطاع غزة. وربما هذه الزيارة أيضا يعني مهمة للاطلاع على الأوضاع داخل قطاع غزة، ويعني ترقبا لزيارات أخرى ستكون موجودة داخل مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء، يعني بحث وسيلة دخول أكبر عدد من المساعدات، خاصة بالتزامن مع عمل منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريت كاغ من قبل الأمم المتحدة. فالأيام القادمة بالتأكيد يعني نأمل أن يكون هناك دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، وأيضا لازالت الجهود المصرية مستمرة في كل المساعي التي تسعى لوقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.